يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عدت إلى بلدي فبماذا ينصحني فضيلتكم؟ هل أبين للناس العقيدة الصحيحة مع العلم أني أجد مشاكل مع الصوفية، أم أبين للناس أمور الصلاة وباقي العبادات؟ انصحوني بما ترونه حفظكم الله نافعا. جزاك الله خيرا، بلغ ما عرفته من الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، بلغ، ادعو إلى الله، درس، ويكون هذا بالحكمة شيئا والتدرج شيئا فشيئا، عدم المجابهة والمواجهة من أول مرة، إنما يكون هذا شيئا فشيئا وبالإقناع، إقناعهم حتى يقتنعوا، ولو لازم أنهم كلهم يطيعونك بأول مرة، لو يطيعك أفراد منهم ولو قليلين ثم ينتشر الخير شيئا فشيئا، هذا شيء طيب. نعم.